الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العلي العظيم. تبعا لحديثنا في الأسبوع الماضي هناك حديث ورد في أحد أهم مصادر الحديث للعامة، وهو كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي قبل ما يقارب من 1000 عام. أقرأ لكم نص السند ونص الخبر في كتاب تاريخ بغداد المجلد 8 صفحة 284 عن عبد الله بن علي بن محمد بن بشران أو بشران عن علي بن عمر الحافظ الدارقطني المشهور عن ضمرة ابن ربيعة القرشي عن ابن شوذب هو عبد الله ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن أبي هريرة. هذا السند. ما هو الخبر نفسه؟ قال: من صام يوم 18 من ذي الحجة، هذا نص العبارة، الظاهر أن الصحيح أن تكون الكلمة 18 يوم 18، الظاهر هكذا يلزم أن يكون. على أي حال العبارة الموجودة في المصدر في الكتاب هكذا: من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا. يوم 18 من ذي الحجة أي يوم هو؟ يقول: وهو يوم غدير خم،
لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول صلى الله عليه وآله لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الحديث هو الخطيب البغدادي في نفس المصدر رواه بطريق آخر أيضا عن الأزهري عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن عبد الله المعروف بابن النيري عن علي بن سعيد الشامي الرملي عن ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن ابن حوشب عن أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه العاصمي في كتابه المشهور زين الفتى بسند ذكره عن علي بن سعيد الشامي عن ضمرة عن ابن شوذب إلى آخر السند ونفس المتن. ابن المغازلي الشافعي أخرجه أيضا في مناقبه بسند ذكره في المصدر عن علي بن سعيد عن ضمرة إلى آخر السند وآخر المتن. سبط ابن الجوزي في تذكرته ذكر هذا الخبر. الخطيب الخوارزمي في مناقبه ذكر هذا الخبر عن طريق البيهقي عن الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين عن أبي يعلى الزبيري عن أحمد بن عبد الله البزاز عن علي بن سعيد عن ضمرة إلى آخر السند نفس السند. شيخ الإسلام الحمويني في فرائد السمطين في الباب 13 أيضا يروي نفس الطريق اللي ذكره ابن الجوزي والخطيب الخوارزمي تقريبا. هذا الحديث أخرجه من أئمة الحديث عند العامة على أقل التقدير، هذا الإحصاء موجود، 16 شخصا. أولا هذا الحديث ترون شيئا منكرا فيه في متنه؟ شيء غريب سمعتم في هذا الحديث؟ ثواب صوم يوم الغدير، أنه من صامه نعم كتب له صيام 60 شهرا، ثم بيان أنه يوم الغدير أي يوم؟ هو اليوم الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين، سأل من الناس سؤالا أجابوه، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. خلاص، شيء غريب شيء منكر في هذا الحديث سمعتم؟ جدا حديث طبيعي، جدا طبيعي. نأتي إلى سند هذا الحديث. سند هذا الحديث كل الطريق الذي ذكره الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي جليل جدا عندهم مشهور. سند الخطيب البغدادي من الخطيب البغدادي نفسه إلى أبي هريرة كل رجال السند ثقات، ولا واحد منهم ضعيف، كلهم ثقات عند العامة ثقات. ولذا البعض منهم خصوصا بعض النواصب حاولوا أن يستشكلوا على هذا الحديث، أبدا ولا أحد منهم ذكر أن سند الحديث سند ضعيف أبدا. الذين حاولوا أن يستشكلوا على حديث ما ذكروا أي اعتراض في سند هذا الحديث. الحديث سنده صحيح، سند الخطيب البغدادي صحيح، أسانيد أخرى بعضها حسنة بعضها قوية بعضها صحيحة غير سند الخطيب البغدادي أيضا، يعني أكثر من سند صحيح. سند صحيح، متن عادي، موضوع عادي ذكر في هذا الحديث. قضية الغدير قضية مشهورة، غير هذا الحديث عشرات الأحاديث أسانيد كثيرة، القضية واضحة، لا شيء غريب في هذا الحديث، لا شيء منكر في هذا الحديث.
طبعا نفس هذا المعنى ذكر بأسانيد أخرى عن عدد من الصحابة، نفس هذا المعنى ذكر عن عمر، نفس هذا المعنى ذكر عن أنس بن مالك، نفس هذا المعنى ذكر عن مالك بن حويرث، نفس هذا المعنى ذكر عن أبي سعيد الخدري، نفس هذا المعنى عن أبي هريرة، عن عدد وغيرهم أيضا، أنا لا أقول وغيرهم، هم ذكروا هؤلاء وقالوا وغيرهم بأسانيد. وتعلمون الحديث إذا كانت له أسانيد عديدة حتى لو كانت أسانيد ضعيفة، هذا الحديث يكون قويا، يصل الإنسان إلى درجة الإطمئنان من الكثرة. يعني ماذا؟ يعني أنت سمعت من شخص غير ثقة، إنسان عادي، قد يكذب قد يصدق، سمعت منه أنه مثلا في الجريدة الفلانية كتبوا الخبر الفلاني، أنت ما رأيت الجريدة، تحتمل أن كلامه صدق، تحتمل أن كلامه كذب. يأتي إليك شخص ثاني أيضا لا تعرفه، يخبرك بنفس الخبر، وشخص ثالث وشخص رابع وشخص عاشر، تطمئن أن الخبر صحيح. الكثرة هي بحد ذاتها توجب الاطمئنان، حتى لو كانت الأخبار أخبار ضعيفة، كيف إذا كانت الأخبار أخبار صحيحة؟ طبعا بين قوسين هذا لا يرتبط ببحثنا، نفس هذا المعنى مذكور في رواياتنا الصحيحة، أن من صام يوم الغدير كان كمن صام على الأقل 60 شهرا. أقول على الأقل، الروايات في هذا المجال درجات أعلى أيضا. حديث عادي، سند أكثر من سند كل رجاله ثقات، متن جدا طبيعي. بعض أئمة الحديث عندهم الكبار المشاهير جاءوا لهذا الحديث فشنعوا عليه أي تشنيع، ذكروا هذا الحديث بشدة ورفضوا هذا الحديث بعبارات شديدة جدا عندهم. أحدهم يقول هذا عن هذا الحديث أنه منكر جدا بل كذب، هذا واحد من أئمة الحديث عنده. أنا بحثت بمقدار معين في كتب هذا الشخص، هكذا عبارة ما وجدت عن أي حديث. هو يذكر في كتبه آلاف الأحاديث، أصلا كتبه أساسا كتب حديث، ويذكر أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كذا، هكذا عبارة ما وجدت في أي كتاب من كتبه في أي حديث من الأحاديث، منكر جدا بل كذب. الآخر يقول أيضا، ذاك من كبار أئمة الحديث عندهم، يقول عن هذا الحديث، يذكر الحديث ثم يقول منكر جدا وهذا الصوم ليس بصحيح. عجيب، الصوم في أي يوم من أيام السنة مستحب، وهذا الصوم ليس بصحيح، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. ايش صاير؟ حديث فرضا الحديث ضعيف، فرضا حديث له سند ضعيف واحد فقط، ليست هناك أسانيد، فرضا ذكر في هذا الحديث أن الصيام في اليوم الفلاني ثوابه كذا، خلاص تقبل الحديث، تقبل لا تقبل، قل لا الحديث سنده ضعيف، خلاص لا نعرف أنه بالفعل هذا الثواب صحيح أم غير صحيح. منكر، لماذا منكر؟ وليس منكرا عاديا، منكر جدا بل كذب، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل الغدير بأيام. هذه الشدة لماذا؟ والحديث حديث صحيح ليس حديثا ضعيفا، ما المشكلة في هذا الحديث؟
الحديث هذا ذكر شيئا ضد الله عز وجل، نعم منكر جدا بل كذب. الحديث ذكر شيئا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر شيئا ضد الأسس الدينية، لا، حديث عادي عن ثواب في يوم عظيم، خلص. هذا الشد عن هكذا حديث عادي عادي، غاية الأمور، غاية الأمر. قل أنه الحديث ليس معتبرا عندنا، فرضا فرضا، لا حرب ضد الحديث، كأن هذا الحديث ذكر شيئا يخل بأسس الدين أصلا، ويحلف بالله أن هذه الآية ما نزلت في يوم الغدير، نزلت في يوم عرفة قبل الغدير بتسعة أيام مثلا. هذا الشدة لماذا؟ إلى أين تنتهي هذه الشدة؟ ما المقصود؟ لماذا عندما يأتون إلى حديث مرتبط بأمير المؤمنين، مرتبط بقضية الغدير، هكذا تعامل؟ وقلت ولا واحد منهم ما قال أن الحديث حديث ضعيف أبدا، وهم بصدد تضعيف الحديث، سند الحديث ضعيف أبد، وأسانيد، وهم قالوا أن الحديث روي عن عدد من الصحابة، منكر جدا كذب. حتى لو لم يكن الحديث معتبرا عندك، من أين تقول أنه كذب؟ لعله أخطأ، احتمال الخطأ أيضا احتمال، قل لعله أخطأ، لا كذب. من الذي كذب؟ أبو هريرة كذب؟ الذي روى عن أبي هريرة كذب؟ من الكاذب؟ هؤلاء كلهم ثقات عندكم. المشكلة في هذا الحديث ما هي؟ مشكلتان ذكروهما هؤلاء، ذكروا مشكلتين في الحديث، السند لا مشكلة فيه، إنما متن الحديث فيه مشكلتان. ما هما؟ المشكلة الأولى أن الحديث ذكر نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم غدير خوم، لا، هذه الآية في روايات صحيحة، في حديث صحيح أو على أكثر التقادير حديثين صحيحين عندهم، ورد أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة في تلك السنة قبل الغدير. هذه المشكلة الأولى، فإذن هذا الحديث منكر جدا كذب. أولا، هناك حديثان صحيحان وهذا حديث صحيح، إذا حصل تعارض بين حديثين صحيحين نقول هذا الحديث كذب تساقط بينهما، غاية الأمر نقول أنه نحن لا نعلم أنها لا نزلت في يوم عرفة أو في يوم الغدير مثلا. حديث صحيح يقابل حديث صحيحا، تعارض، تعارض لا يعبر عن التعارض بهكذا تعبير، ولا توجد أي مشكلة. نحن كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لا، حديث صحيح يقول الآية نزلت في يوم كذا، حديث صحيح آخر يقول الآية نزلت فرضا إذا كان ذاك الحديث صحيح كما هو عندهم، وحديث صحيح من آخر يقول الآية نزلت في يوم آخر، خلاص نحن لا نعلم هذا صحيح وذاك صحيح. هذا أولا. ثانيا، هناك حديث صحيح واحد أو على أكثر التقادير حديثان صحيحان يذكران أن الآية نزلت في يوم عرفة، وفي هذا الجانب أحاديث وأحاديث صحيحة وحسنة وقوية، يعني الروايات والأحاديث التي ذكرت نزول هذه الآية المباركة يوم غدير خم متواترة، ليست صحيحة، وفوق الصحيح مستفيض وفوق المستفيض تواتر. الحديث الصحيح مهما بلغ من الصحة لا يتمكن أن يعارض الحديث المتواتر. نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الغدير هذا شيء متواتر، أسانيد كثيرة فيه، حديثان صحيحان فرضا، لا يتمكنان أن يعارض حديثا متواترا. هذا ليس عندنا، عندهم، عند علمائهم. الحديث الصحيح لا يتمكن أن يعارض الحديث المستفيض، فكيف بالمتواتر؟ لو أردنا أن
نزن القضية بميزان علمي يلزم أن نرجح هذه الرواية حتى لو ما كنا نريد أن نشنع على تلك الروايات، ما كنا نقول أنهم أرادوا أن يبعدوا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين باعتبار نزول الحديث نزول الآية القرآنية في يوم الغدير مرتبط بأمير المؤمنين، والآية قوية جدا اليوم أكملت لكم دينكم. على الأقل نقول هذا هناك حديث متواتر، هناك حديث صحيح وحديثان صحيحان، الحديثان الصحيحان يسقطان بالتعارض مع المتواتر، هذا ثانيا. ثالثا أصلا لا نحتاج إلى قضية التعارض، هذا بناء على رواياتهم، عندنا القضية جدا واضحة، الآية نزلت في يوم الغدير ولا غير، القضية عندنا محسومة، الكلام عندهم بناء على رواياتهم، حديث صحيح يذكر نزول آية في يوم، حديث آخر يذكر نزول نفس الآية في يوم، الجامع بينهما أن نقول أن الآية نزلت مرتين، وما أكثر الآيات القرآنية التي نزلت أكثر من مرة في مصادرهم الصحيحة، آيات قرآنية عديدة نزلت في مكة نفس الآية نزلت في المدينة، شيء قضية عادية. غاية ما تقول لا تريد أن ترجح هذه الروايات الشريفة المتواترة، قول الآية المباركة نزلت في يوم عرفة ونفس الآية نزلت في يوم الغدير، أين المنكر في هذا الحديث؟ هذا غاية ما يقال، وهذا شيء ليس غريبا، يعني موجود في مصادرهم الصحيحة روايات أن آية قرآنية نزلت مرتين، آية قرآنية نزلت ثلاث مرات، عادي. هذه الرواية الشريفة لا تقول أن الآية نزلت في يوم الغدير لا غير، وتلك ما قالت الآية نزلت في يوم عرفة ولا غير، تلك قالت في يوم عرفة نزلت، هذه قالت في يوم الغدير نزلت، خلاص قل الآية نزلت مرتين وهناك آيات قرآنية أخرى أيضا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكلوه على هذا الحديث حتى أصبح منكرا جدا كذبا، ما الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني كيف يمكن أن يكون صيام يوم صيام مستحب في يوم له ثواب عظيم بهذا المقدار، وهذا الثواب أكثر من ثواب صيام شهر رمضان، يمكن أن يكون المستحب ثوابه أكثر من ثواب الواجب؟ أولا هناك موارد وموارد وموارد، أعمال مستحبة لها ثواب في روايات صحيحة قاطعا صحيحة لا خدشة فيها نهائيا، تذكر ثواب عمل مستحب أكثر من ثواب عمل واجب، ما أكثرها. الصلاة الفلانية ثوابها كذا، صلاة الجمعة عندهم واجبة، ليس لها تلك ذلك الثواب العظيم، ثواب الصلاة المستحبة الفلانية، ثواب الصلاة الفلانية أكثر من ثواب صلاة العيدين، صلاة العيدين واجبة عندهم، كثيرة كثيرة. الصوم الفلاني ثوابه كذا أكثر من ثواب صيام شهر رمضان. المشكلة في هذا الحديث ما هي؟ أن الثواب أن صيام الغدير الذي يصوم الغدير يكتب له صيام 60 شهرا، وصيام شهر رمضان كم ثوابه في كتبهم في مصادرهم؟ أن ثواب صيام شهر رمضان صيام 10 أشهر، الذي يصوم شهر رمضان كمن صام 10 أشهر، يعني كل يوم ب10 أيام، وهذا ثواب يوم واحد صيام 60 شهرا، لا يمكن. هذا موجود في موارد أخرى أيضا، ولا تنكرون تلك الموارد بل تقبلون. ثواب صيام أيام محرم 30 ضعف، يعني أكثر من شهر رمضان. شهر رمضان صيام شهر ثوابه، هو يقول هذا المستشكل يقول صيام شهر رمضان ثوابه صيام 10 أشهر، يعني اليوم ب10 أيام، ثواب صيام أيام محرم عندهم كل يوم ب30 يوما، يعني 3 أضعاف ثواب صيام شهر رمضان، ثواب صيام شهر رمضان. لماذا لا تنكرون تلك الأحاديث بل تثبتونها؟ لأنها غير مرتبطة بأمير المؤمنين.
باوك تجر وبائي لا تجر. ثواب صيام عاشوراء سمعتم كل سنة أصلا شيء خيالي، عشرات أضعاف ثواب صيام شهر رمضان، عشرات الأضعاف. يثبتونها أم لا يثبتونه؟ نعم، يشيعونه في كل مكان، يروجون له، يدعون الناس إليه في صيام عاشوراء. ممكن صيام مستحب، صيام عاشوراء غاية الأمر، صيام مستحب وليس واجبا. صيام عاشوراء ثوابه يكون أكثر من صيام شهر رمضان عادي. صحيح كل سنة يشيعون، علماءهم كتبوا كتبا عن ثواب صيام عاشوراء، هذا ليس منكرا. أما الصيام يوم الغدير ثوابه يكون أكثر من شهر رمضان، هذا منكر. ثانيا، من قال لك أن النوافل ثوابها ليس أكثر من ثواب الفرائض؟ قد يكون شيء محتمل، قد نحن لا نعتقد به ولكن هو شيء محتمل. هناك روايات قوية حتى في مصادرهم. البخاري فيما يسمى بصحيح البخاري يقول: يروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الشخص يكون محبوبا لله عز وجل، هذا جدا عظيم، أعظم من الفرائض، أعظم من ثواب الفرائض. ثواب الفرائض كم هو؟ شيء أقل من هذا. الذي يتقرب إلي حسب الحديث يتقرب إلي بالنوافل مستحبات، أنا أوصله إلى درجة يصبح محبوبا عند الله، هذا ليس أعظم من ثواب الصلاة الواجبة الفلانية والصيام الواجب الفلاني؟ قطعا أعظم. ثالثا، أساسا هذا الحديث الذي ذكر أن ثواب صيام شهر رمضان كصيام عشرة أشهر، هذا أدنى ثواب صيام شهر رمضان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الذي يصوم يوما واحدا أقل ثواب يحصل عليه أنه يتضاعف عشرة أضعاف، وإلا ثواب صيام شهر رمضان أكثر من عشرة أشهر، ثواب جدا كبير. لا أقول في كتبنا، في كتبهم أيضا، يعني هو جاء وقارن بين هذه الرواية الشريفة وبين تلك الرواية الخاصة التي تذكر ثواب صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، لا ثواب عظيم. شاهدنا أين؟ القضية ليست هذه القضية، هذه جزء من القضايا. القضية أنهم يصلون إلى شيء مرتبط بأمير المؤمنين، يصلون إلى الغدير يخرجون من طورهم العادي. تريد أن تستشكل، استشكل إشكالا علميا لا بأس، نحن صدورنا رحبة واسعة لتلقي الإشكالات، عندنا جواب نجيب، ما عندنا جواب نقبل، ليست مشكلة. البحث العلمي ليس مشكلة، المشكلة لماذا هذا التعامل الغريب بين آلاف الروايات التي تذكرها في كتابك في هذا الحديث؟ هذا الحديث يصبح منكرا جدا كذب، لماذا؟ أحدهم، أكثر من واحد منهم، قال إنه نعم حديث الغدير حديث صحيح، ولكن حديث الغدير لا يدل على أن يوم الغدير عيد. لا بس، لا يدل على أنه يوم الغدير عيد، لا ما اكتفى، يقول: وهذه بدعة ابتدعها معز الدولة سنة 352. الكليني كان قبل معز الدولة، في الكافي موجود ذاكر أن يوم الغدير عيد، ابتدعوه معز الدولة. بسنوات طويلة كان قبل معز الدولة. فرات الكوفي ذكر أن يوم الغدير عيد، لعله 80 سنة 90 سنة قبل معز الدولة كان. الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام الذي كان يعيش في القرن الثاني الهجري واستشهد بدايات القرن الثالث سنة 203، استشهد بداية القرن الثالث، حياته عيشته كانت في القرن الثاني. الإمام علي بن موسى الرضا
أسانيد صحيحة، كان يتعيد في يوم الغدير، يتعيد تعيدا استثنائيا. الرواية أنا سابقا ذكرتها لكم هنا، رواية مفصلة، وكان يذكر فضل هذا اليوم. أنت لا تريد أن تتبع الإمام الرضا، لا بأس، قل هو شخصية عظيمة محترمة، طبعا الإمام الرضا عند كل المسلمين، ولكني لا أتبعه، ولكن تقول هذا عيد ابتدعه معز الدولة. لا، الإمام الرضا قبل أكثر من 150 سنة من معز الدولة كان يتعيد في يوم الغدير، يريد أن يقول أن القضية حدثت فيما بعد. لا، الإمام الرضا كان يتعيد، وحديث صحيح. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق كان في القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري. الإمام الصادق بسند صحيح كان يتعيد في يوم الغدير، ويحث الناس على التعيد في يوم الغدير. أنت لا تريد أن تتبع الإمام الصادق، تريد أن تتبع أي شخص آخر، اتبع، هذه الدنيا امتحان، ولكن لا تقل أن العيد حدث فيما بعد. لا، في القرن الأول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في القرن الأول والثاني كان يتعيد في يوم الغدير. لا تريد أن تقبل. طبعا عندنا أن الذي أمر بالتعيد في يوم الغدير هو رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله. يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، ليس عيدا عاديا، أفضل أعياد أمتي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا النبي هو الذي أمر، أنت لا تريد أن تقبل هذا، لا بأس، عندك هذا الحديث ليس صحيحا، لا بأس لا تقبل، ولكن الإمام الصادق تعيد. لا تقل معز الدولة سنة 352، تعاملوا مع القضية تعاملا عاديا كما تتعاملون مع القضايا الأخرى. لست مجبورا أن تقبل، ولكن كن منصفا، قل إنها كما قالوا إن هذه العبارة لا تدل على إمامة أمير المؤمنين، لا بأس. قول هذا اليوم ليس عيدا عندنا، لا بأس. تمكنت أن أثبت لك عيدية هذا اليوم فبا، ما تمكنت أنا، خلاص. اليوم لماذا تكذب؟ لماذا تشوه؟ لماذا تلعب تدور؟ تريد أن تحافظ على ماذا؟ الحديث في هذا المجال حديث ذو شجون وطويل، أنا ذكرت هذه الشواهد السريعة حتى نعرف أن هناك توجد مشكلة تجاه الغدير في بعض النفوس، هناك مشكلة. القضايا الأخرى التاريخية عادي يذكرونها، قضية الغدير هذه القضية العظيمة، حتى لو لم تكن هذه القضية تشكل أكبر عيد في الإسلام، حتى لو لم يكن ذلك، يوم الغدير يوم عظيم بلا شك. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع آلاف من الناس، فرضا كان يريد أن يقول أحب علي بن أبي طالب، ما كان يريد أن يقول أن أمير المؤمنين هو الإمام، فرضا. بالنتيجة يوم عظيم، يوم عظيم في تاريخ الإسلام، تاريخنا أو تاريخكم، تاريخكم أيضا هذا الشيء موجود، يوم عظيم، اعتبروه يوما عظيما. لا تريد أن تعتبره عيدا، لا تعتبر عيدا، لا تكذب، لا تلف وتدور، كن صريحا منصفا. القضية طويلة، وهذه وغيرها لا تخدش في عظمة يوم أراد رسول الله صلى الله عليه وآله له العظمة. رسول الله صلى الله عليه وآله عظمه. هذه العبارات غيرها من العبارات قد تنطلي على البعض، ولكن إرادة رسول الله صلى الله عليه وآله هي النافذة، الذي يبقى هو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله الذي كان يقول هنئوني هنئوني، مرة واحدة التاريخ سجل هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله في كل حياته، اقرأوا تاريخ النبي، مرة واحدة قال هذه الكلمة هنئوني هنئوني، قالها فقط في يوم الغدير. رسول الله أراد تعظيم هذا اليوم، وهذا الشيء الذي سيبقى. هذا اليوم يصادف ذكرى ميلاد
الإمام أبي الحسن الثالث صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه. أبارك لكم هذا اليوم العظيم الجليل. والأسبوع القادم هو أسبوع حافل مزدحم بالمناسبات العطرة العظيمة الجميلة، وأعظم تلك المناسبات مناسبة عيد الله الأكبر وعيد الله الأعظم وعيد الله الأفضل وعيد الله الأعظم حرمة، عيد الغدير الأغار. أبارك لكم هذا اليوم العظيم العظيم، بركة شاملة إن شاء الله لكم، لجميع المؤمنين والمؤمنات، لدنياكم وآخرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله في يوم الغدير، ببركات أمير المؤمنين في يوم الغدير صلوات الله وسلامه عليهما، أن ينهي هذه الغمة بظهور مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر.